أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فيقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن فيشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي تقبل شفاعتهم. فلا شك أيها الأحبة في الله أن هناك علاقة حميمة وعلاقة وثيقة بين رمضان وبين القرآن، بين رمضان وبين القرآن. فشهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، أنزل في ليلة القدر، وهي إحدى ليالي وأفضل ليالي السنة، وهي إحدى ليالي رمضان. إن أنزلناه في ليلة مباركة، وكما أوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن فيشفعان للعبد. وثبت أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه يعني مرتين. فهذا جبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي بعض الروايات أنه كان يدرسه في الليل، لأن الليل يعني يكون الإنسان يعني غير منشغل بما يعني ينشغل به بالنهار، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فلا شك أن القرآن له خصوصية في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به، ومن ثم كان أصحابه رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم كانوا يهتمون به ويولونه اهتماما عظيما بكثرة تلاوته وتدبر آياته وفهم معانيه والعمل به. فالقرآن يعني هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى كثيرا من أوصاف القرآن الكريم. فالقرآن شفاء، وننزل كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن أيضا هو كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو كتاب هداية وكتاب بشرى وكتاب نذارة، إن كتاب بشرى ويبشر المؤمنين، وكتاب إنذار أيضا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن لم ينزل لكي يعلق في الجدران أو في السيارات أو لكي يعني يتهادى به، وإنما لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والقرآن أيضا كتاب تذكرة وموعظة، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت فلا رادع، فلو تناطحت الجبال أمامه لم يرتدع. من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال أمامه لم يرتدع. فالقرآن تذكرة للمؤمنين، وقراءة القرآن عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقراءة القرآن أيضا فيها تهذيب لنفس المسلم حينما يقرأ ويتدبر فيهذب أخلاقه، وهي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، فهي من النوافل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى بالنوافل وعلى رأسها قراءة القرآن كانت سببا لمحبة الله عز وجل، وهو أيضا سبب لطمأنينة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينبغي على المسلم أن يحرص يعني على كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل، خاصة في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر. كان قتادة رحمه الله كان يختم القرآن إذا دخل عليه رمضان، كان يختم القرآن في كل ثلاث، فإذا دخل عليه العشر كان يختم القرآن في كل يوم مرة. وهذا ليس بمستحيل وليس بصعب، ولكنه يحتاج إلى تفريغ الذهن وتفريغ الأوقات وعدم تضييعها، ويعني التحكم في يعني أوقات النوم وفضول الطعام والكلام وغير ذلك، هو ليس بمستحيل، وقد قام به بعض الناس في هذا الزمان، وفعلا كان في بعض الناس يعني كان يختم القرآن في يوم وليلة. فالمهم أن الإنسان يعني ينشغل بكثرة تلاوة القرآن خاصة في رمضان، خاصة في العشر الأواخر، خاصة للمعتكف لا يضيع وقته في القيل والقال وكثرة الحكايات والحواديت، لا، أجل كل ذلك إلى ما بعد رمضان. كثيرا ما تكلمنا وكثيرا ما ضيعنا وكثيرا ما فرطنا، فلا يليق أن الإنسان يعني ترك بيته وترك أولاده وترك يعني عمله لكي يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فهل يليق بمن فعل ذلك أن يضيع الوقت ويكثر الضحك ويكثر الكلام ويكثر يعني النوم ويكثر الانشغال؟ لا يليق بالمعتكف أن يفعل ذلك. فليكن المعتكف يعني له خصوصية مع القرآن، خصوصية مع ذكر الله سبحانه وتعالى، أن تختلف يعني الذكر الذي كان يذكره هو قبل رمضان أو قبل العشر الأواخر غير الذي يذكره الآن. القرآن الذي كان يقرأه يكون غير، يتدبر ويتفكر ولا يضيع لحظة واحدة. وطبعا الإنسان يعني القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وفقط، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته، يتدبر الإنسان آيات القرآن ويتفكر فيها، ومن ثم يعمل بما يعني بما تبليه عليه من المعاني العظيم. ولذلك كان هذا هو هدي السلف وهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كانش يتجاوز العشر آيات إلا ما يعرف معانيها وما ترشد إليه الآيات وتأمر به أو تنهى عنه فيمتثل لذلك، ثم ينتقل إلى العشر الأخرى. فحفظ القرآن قولا وعملا، فحفظنا أو فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكذلك أيضا قال عبد الله بن مسعود، قال كان رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فكثير من الإخوة يعني أحيانا يعني يتساءل أو يكون عنده سؤال، يقول يعني أحيانا الواحد بيقرأ القرآن أو يسمع القرآن ولا يتأثر به، يعني يجد من بجواره يتأثر ويبكي ويتفاعل مع الآيات، لكن يعني أنا واقف وغير متأثر. لماذا يتأثرون بالقرآن؟ هناك أسباب لعدم التأثر بالتلاوة أو بالاستماع. من هذه الأسباب القصور في العلم بأهمية عبادة التدبر، إن الواحد همه هو يسمع أو يقرأ وخلاص ودون أن يلتفت، لأن التدبر يعني بعض الصحابة كان يقول: تدبر ليلة أو تدبر ساعة خير من قيام ليلة. يعني لو جينا نوازن بينهم كده، طب ما الواحد يقوم الليل ويصلي، لكن تدبر ساعة سوف يدعوه لأن يقوم ليالي، سوف يدعوه لأن يقوم ليالي كثيرة. فالتدبر يؤدي إلى العمل ولا بد. فالإنسان ممكن يكون مش عارف أهمية التدبر والتأمل. وأيضا من ضمن الأسباب ضعف العلم بمعاني الآيات ومدلولاتها. الواحد كده بيسمع آيات القرآن ويسمع كلمات يعني لا يعرف معانيها، فلا شك أنه يعني لا يتأثر بها لأنه لا يعرف معنى الكلمات. ومن الأسباب أيضا رغبة القارئ ختم القرآن كاملا مع نهاية الشهر، مما يجعله
يستعجل في قراءته، فيصبح همه متى ينتهي من السورة فيفوت عليه التدبر والتأمل. طيب ما العلاج؟ ما هو العلاج لكي نتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى ونستفيد من كلام الله عز وجل وحتى يحصل التدبر؟ أولا عكس بقى اللي فات، العلم بأهمية عبادة التدبر عند قراءة القرآن الكريم. فقال ابن القيم رحمه الله في تعريف التدبر، قال: هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعلقه، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بدون فهم ولا تدبر، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لا شك أن عبادة التدبر يعني لها فضل عظيم، وعدم التدبر يعتبر نوع هجر من القرآن. طبعا في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة ويشكو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال الإمام القيم أن هجر القرآن له عدة معاني، من ضمنها هجر تلاوته وقراءته، ومنها هجر تدبره ومعرفة معانيه، ومنها هجر العمل به، ومنها هجر الدعوة إليه، ومنها هجر التحاكم إليه، ومنها هجر الاستشفاء به. دي ست معاني لهجر، لمعاني هجر القرآن. فعدم التدبر نوع من أنواع هجر القرآن. وأيضا يعني بيان أهمية التدبر، أن التدبر من أعظم أدوية القلوب. يعني كم نشكو من قسوة القلوب وجمود العيون والإنسان لا يتأثر، التدبر هو الذي يذيب هذه القسوة. لما قال يعني أحد التابعين إبراهيم الخواص رحمه الله، قال: دواء القلب في أربعة أشياء، ومنها قراءة القرآن بالتدبر. وكذلك التدبر يجعل ويبقي القلب يقظا بعيدا عن الغفلة. خلي الإنسان كده إيه، يعني الواحد لما يتدبر ويتفكر في الآيات أكيد مش هيسرح، مش هيفكر في يعني الأمور الدنيوية. بعض الناس يقول لك: أنا بفضل طول الصلاة سرحان، مش عارف ليه، لأن أنت لا تتدبر القرآن. فهذا التدبر يجعل قلبك يقظا ويتفكر في المعاني. وذكر يعني نموذج كده للتدبر يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل. فقال صلى الله عليه وسلم: فاني احب ان اسمعه من غيري. كذلك برضو المسلم كده يحب ان يسمع القرآن ويكثر من سماعه. فقرأته عن ابن مسعود يقول: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: فقال لي صلى الله عليه وسلم: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، يعني من البكاء صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. فالتدبر يجعل القلب يقظا ويستفيد الإنسان من قراءته. كذلك أيضا من مسائل علاج التدبر العلم بمعاني ومدلولات كثير من آيات القرآن، إن الواحد يتعرف على المعاني. ومما يعين على ذلك معرفة التفسير، معرفة التفسير ومعرفة معاني الكلمات وما ترشد إليه الآيات وأسباب النزول. فكلما ازداد الإنسان يعني معرفة بذلك، كلما تأثر بكلام الله عز وجل وازداد تدبره. وكذلك أيضا من علاج مسألة يعني عدم التأثر بتلاوة القرآن، سلامة القلب وطهارته من الأمراض الظاهرة والباطنة. وفي لفتة جميلة قالها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال: فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون، فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. إذا كان الورق لا يمسه إلا المطهرون على أرجح الأقوال يعني، فكذلك معاني القرآن لا ينتفع بها إلا القلوب الطاهرة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. فأيضا من علاج عدم التأثر عدم الاستعجال في قراءة القرآن لتحقيق الرغبة في ختمه خلال شهر رمضان، وإنما الإنسان يقرأ بالتفكر والتدبر وسوف يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيل، ليس مجرد القراءة فقط ولكن ترتيل القرآن، أي لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. قال الآجوري رحمه الله عما ينبغي لقارئ القرآن: ينبغي أن يكون همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، إمتى أتعظ ويعني أستفيد مما أقرأه.
ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. فمن هذا المنطلق يعني سوف يكون إن شاء الله تبارك وتعالى درس الفجر، هو درس يكون فيه تفسير وبيان بعض معاني الكلمات، ويعني اقترح بعض إخواننا نحن إن شاء الله يعني ناخد تفسير سورة يوسف، لأن سورة يوسف يعني طبعا يعني فيها معاني عظيمة. وسورة يوسف ابتدأها الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وانتهت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان يعني يعتبر ويتفكر في المعاني العظيمة التي تحملها سورة يوسف، ويعني ما مر به يوسف عليه السلام من المحن والابتلاءات، ابتداء من حقد يعني إخوته عليه، ومرورا بإلقائهم في له في الجب، وبيع بدراهم يعني معدودة، ثم ابتلي بأن ذهب إلى بيت العزيز وكانت يعني ما حدث بينه وبين امرأة العزيز، ثم سجن، ثم بعد ذلك يعني ابتلي بالسجن بضع سنين، وبعد ذلك القصة طبعا معروفة. فالقصة يوسف عليه السلام فيها من العبر والعظات الكثير والكثير. فإن شاء الله طبعا يعني حتى لا نثقل عليكم اليوم نبدأ يعني السورة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن منطلق قول أبو عبد الرحمن السلمي، كان أحدنا أو كان الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا أو يعلموا بما فيها. فإن شاء الله كل يوم نأخذ يعني 10 آيات أو أكثر قليلا حتى ننتهي أو نختم السورة في آخر الاعتكاف.